ان طبعا احنا كنا عارفين ان النادي الاهلي بيعتمد دايما على الكور الجانبيه خصوصا من ناحيه اليمين وناحيه الشمال. يمكن محمد هاني النهارده كان دوره الدفاعي اكتر من دور الهجوم. علي معلول عمل اداء هجومي بصراحه ولا اروع، ولكن عدم التفاهم وعدم التمركز ادى يمكن من اول دقيقه او من اول دقيقه بتاع الكهرباء بالظبط ما عرفش يوقفها بالظبط. لا والكره اللي بالهيد بس دي كانت من ناحيه اليمين. يعني انا عن نفسي يعني كان نفسي النهارده النادي الاهلي يكسب 4-5. كلنا كنا متوقعين كده، يعني كلنا كنا متوقعين ان الماتش النهارده يعني يبقى فيه سكور للنادي الاهلي. لكن في النهارده في حاجات من السلبيات بصراحه، انهاء الهجمات، عدم التركيز النهارده في انهاء الهجمات، والمشكله ان من اكثر لاعب، يعني مش من لاعب واحد، لا ده من كذا لعيب. حتى بادجي لما نزل جاله برده واحده او اثنين ما عرفش يستغلهم كويس، دي مشكله فعلا. لكن الايجابيات النهارده ان فعلا زي ما حضرتك قلت العرضيات النهارده علي معلول عمل عرضيات كتير جدا، والميزه كمان ان هي يعني في اثنين او ثلاثه راحوا للعيب ما بتعملش وخلاص، في كم واحده عملها المفروض ان هو كان يعملها لتحت شويه، وفي واحده حتى اتكلمت انا والكابتن عليها فيها كان ممكن يحطها في الجول اللي هي لعبها بالعرض اللي كان لازم يلعبها لتحت شويه. فدي من الحاجات المميزه النهارده العرضيات، مع اننا كنا يعني الحاجات دي كنا بنستناها لما بنلعب باثنين سترايكر، النهارده بنلعب يعني تقريبا بواحد لان كهربا كان بينزل كتير زي ما الكابتن عادل قال. لكن النهارده في مشكله في استغلال الفرص في ال 18، لازم يبقى في تركيز اكتر من كده لان ماتش الوداد مش هيستحمل، مش هيجي لك فرص بالكم ده، لازم يبقى في يعني تركيز اكتر من كده. لان الماتشات دي يا كابتن ايمن انت على فكره انت عندك ماتشات، احنا اتكلمنا حتى في البريك، عندك المقاولين وعندك انبي وعندك بيراميدز، ماتشات تقيله يا كابتن علاء طبعا. لازم تبقى جاهز فيها مليون في الميه، لان النهارده دي هتجهزك كمان بالظبط وتجهزك بالظبط، هتخش فيها في مواقف طبعا ما تعرضتش ليها اكيد مع اي فرقه ثانيه بالظبط. بس بمناسبه التجهيز وحته ان الماتشات دي هتجهزك، انا عايز اتكلم في حاجه معينه ولكن بعد الفاصل.